صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيداء جبيلي ومحمد كراكي من بيروت وتحديدا من تحت جسر الكولا للإضاءة اليوم على حملة تنظيف للشوارع والشواطئ. هذه الحملة اليوم هي مستمرة ولكن مبادرة فردية من الشبان عم ينزلوا ينظفوا الشوارع والشواطئ. هنشوف بهيدي الأثناء كيف بدأت عملية التنظيف من قبل هؤلاء اللي بينزلوا كل أسبوع أو كل ويك أند نهار السبت والأحد في نهاية هذا الأسبوع لتنظيف الشوارع والشواطئ، وذلك لحتى ليكون هناك بطبيعة الحال لتكون شوارع بيروت نظيفة وخالية من النفايات. اليوم عم نشوف الشركات المتعهدة عم تشتغل ولكن عملها غير كافي بظل يعني رمي النفايات المستمر من قبل عدد من المواطنين وخصوصا على الكورنيش البحري وعلى الشواطئ. اليوم موجودين هن بهيدي النقطة بكورنيش المزرعة وطريق جديدة، يوم غد حيكونوا بمنطقة بدار وفرن الشباك، وقبل كانوا بالأشرفية ويجولون على مختلف المناطق اللبنانية والشوارع. أعدادهم عم بتكون تقريبا حوالي 20 شخص وربما أكثر بيتوزعوا من خلال هيدي الحملة، حملة التنظيف عبر بيروت كوستل كلين أب اللي عم بتقوم بجهود جبارة اليوم بظل النقص، اللي رغم يعني كل العمل من شركات المتعهدة والدولة اللبنانية إلا أنه بيبقى ناقصا. خلينا بهيدا الأثناء استاذ حيدر لو سمحت نحكي هون إلى جانبي المتحدث اليوم باسم هيدي الجمعية استاذ حيدر مرعي، خبرنا أكثر اليوم عن عملكم وكيف هيك يعني بدأت المبادرة. نحن بدأنا من انفجار بيروت، مبادرة فردية من مسيو جورج فيليب سكاف. بلشنا نحن 5-6، صرنا ننزع على كورنيش البحري، صرنا ننظف وصارت تتوسع شوي شوي، صار عنده هو عنده حب للعطاء وصار يتوسع شوي شوي وصار ينزل، صرنا ننظف أشرفية كورنيش البحري كل ما فيه يعني مسلمين وكل ما فيه. عنا قناتنا اليوم عم ننظف على الكولا، بكرة عنا على بدار وفرن الشباك، كل أسبوع عنا يومين نحن سبت وأحد مننظف فيهم فيهم. اليوم عم نشوف أنه عم تستعينوا بشبان شباب لبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية كمان، خبرنا كيف التفاعل عم بيكون مع هؤلاء الشباب؟ والله هن خصوصا أنه المتطوعين يعني ايه هؤلاء المتطوعين شباب أنه شافونا أول مرة كانوا على البحر شافونا صاروا يقولونا بدنا ننزل معاكم. كنا 5 صرنا 10 صرنا 15 صرنا 30 و50 و60 وقد ما بدك في ناس يعني، بس نحن بهمنا انه البلد تكون نظيفه تنظف. نحن هذا هدفه صاحب الجمعيه، هدفه انه يكون لبنان نظيف ويكون بلد مليح وبس. وين في هيك انتم بتعرف بتجولوا على مختلف المناطق بطبيعه الحال، وصحح لي يمكن الكورنيش البحري والشواطئ هي اللي فيها اكثر عدد من النفايات خصوصا وانه بيكون في كثافه سكان خصوصا بالويك اند. هلا هي اكثر شيء عم تكون على الكورنيش البحري، الكورنيش البحري عم ينزلوا العالم، لو كل واحد بينزل معه كيس يحسب البحر له لبيته هو ينظف، بس للأسف لا عم يجي وعم يكبوا الزبالات كل ما فيها. فنحن بهذه الشغلة نحن عم ننزل مننظفها كل ما فيها الكورنيش البحري كل أسبوع، كل أسبوع عنا سبت وأحد كل أسبوع يعني يوم بالكورنيش البحري يوم أشرفي يعني حسب المناطق نحن اللي بيطلبوها مننا عم نشتغل. في شفت من شوي إجا حدا وعرض عليكم كيس، من بعدها إجا حدا وقال يا ريت لو العالم بتوقف رمي نفايات، بصير في تفاعل معكم بطبيعة الحال وكلمة يعطيكم العافية
بس اكيد يعني هيدا بيتطلب جهد كمان من المواطن. اكيد اكيد لا في تفاعل من العالم وخفت الزبالة يعني في ناس كتير متفاعلة معنا، فبنطلب نحن من العالم انه هن يحصل لبنان بيتهم، كل واحد بكيس الزبالة قادر ينظف لبنان كل ما فيه، كل واحد يحمل كيس الزبالة، لو كل واحد قام قنينة مي من الطريق بتخف الزبالة، ونحن جمعية مستمرين. صار لكم 3 سنين حسب ما قلت لي من بعد مرفق بيروت، وكل ويك اند بتنزلوا على الشارع، ما وقفتوا ولا اسبوع؟ ولا اسبوع منوقف، نحن من وقت الانفجار لهلا سبت واحد بننزل باستمرار، يعني ولا نهار. بتنزلوا من بكير؟ من اي ساعة لأي ساعة؟ يعني من 7:30 ل1:30 بننزل. إكيبين عنا فرقتين، فرقة مرات بتكون بالأشرفية مرات على الكورنيش، حسب ما بيتطلب مننا العمل يعني بننزل عليه. طب سؤال، بتفرزون بترجعوا يعني للزبالة بترجعوا بتشيلوا البلاستيك على حال، زجاج لحال، ولا بتعطون لحدا هو بيفرزون؟ لا لا لا، نحن بنحطهم هلا بنجمعهم، نحن بتيجي شركة السوكلين هي بتاخذهم، هي يمكن تفرزهم شيء. الشركة المتعاهدة. ايه اكيد نحن ما لا ما بنفرز شيء. بس انتوا بتساعدون بلمع عن الشوارع. طب اليوم هلا اكيد في مواطنين عم يسالوا اذا في ناس عن جد حابه انه هي تتطوع وتنزل معكم، خصوصا وانه اليوم بيروت وشوارع بيروت هي واجهه للسياح اللي اعدادهم عم بتكون كتير منيحه السنه رغم كل الظروف الصعبه، كيف فيهم يتواصلوا معكم؟ شو بيعملوا؟ في حسب تطبيق الباب يعني ساعدونا لننظف لبنان، كل ما فينا نكون ايد واحده قلب واحد يقدروا انهم بيتواصلوا بفوتوا بيساعدوا من خلال تطبيق باب، وهي من باب بيعطوا الجمعيه لحتى تضلها مستمره وعم تشتغل. مثل ما عم نشوف الشعار اللي موجود ساعدونا لننظف لبنان لإنقاذ لبنان، إحنا هيك قلنا إنقاذ لبنان من النفايات. للأسف بعد في ناس بتكب زبالة من سياراتها، بعد في ناس بتقعد على البحر وبتكب كمان من بعد ما يخلصوا قعدتهم، للأسف ما بيشيلوا الزبالة. واجهة بيروت اليوم لازم دايما تكون نظيفة رغم تقصير فينا نقول أو يعني عدم قدرة الشركات ربما المعتمدة أو غيرها من أن تنظف في كل شوارع بيروت. بتبقى هيدي المبادرات الفردية. يعطيكم ألف عافية. بتحب بعد تشير لشيء؟ لا لا، أنا بحب لكم أنه نحن جمعية، اللي بحب يساعد أنه ساعدونا لننظف لبنان، هي بس كلمتنا لكم. شكرا لك على هيدي المبادرة. مثل ما عم نشوف شبان متطوعين اليوم عم ينزلوا حتى يساعدوا طبعا تكنيس وكنس، عمليات الكنس والتنظيف بكل شوارع بيروت، على أمل بأنه هيك حملات وهيك يعني يكون في تعاون دائم. طبيعة الحال تم الإشارة إلى أنه هيدي الجمعية كمان بتسعى بالتعاون مع البلدية، وهو جهد مشترك في هذا الإطار. إذن مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم دائما على تناول كل المواضيع إن كان السياسية والاجتماعية وحتى المواضيع التي تتعلق بالبيئة، كان لابد من الإشارة إلى هذه الحملات الفردية على تساعد في إنقاذ بيروت من النفايات. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيداء جبيلي ومحمد الكركي.